اربع صفار بيض تمام. بعد كده هننزل عليهم باربع معالق كبار سكر، سكر خشن، سكر خشن ويتقلوهم مع بعض كويس. بعد كده هننزل بكوبايتين كريمه لباني وبرشة فانيليا طبعا عشان الزفارة. وتقلبه كويس عشان كله يتمزج مع بعض. وبعد كده نصفي عشان لو في اي شوايب. بنصفيه بعد ال بعد الضرب كله. تصب في اي قوالب ريمينكلز بقى اي حاجه اي حاجه بس تخش الفرن. بتقعد في الفرن قد ايه بقى؟ بتقعد في الفرن من ساعه لربع ساعه وطبعا حسب الفرن. بتخش على درجه حراره 150 150 افتح عليها عادي واشوف كل شويه ولا عادي؟ ممكن تعملي برضو اختبار برضو دوسبيكس شوكه اي حاجه. هتستوي وتطلع تخش التلاجة ساعة ساعتين لحد ما تشد وبيطلع تحط عليها سكر خشن من فوق وبتحرقيه عشان يدينا الوش القرمشة ده. لو مش متاح مثلا بشبوري او مسدس تحمير ممكن ولاعة سخان، مفيش ولاعة سخان الفرن نشغل الشواية اللي فوق دقيقتين الوش هيتعمل. وده غير الكريم بورليه، ده غير الكريم كراميل. كريم بورليه بيبقى الوش بتاعه من فوق، قصدي كريم كراميل الوش بتاعه بيبقى ايه من تحت، كريم بورليه الوش بتاعه هو اللي فوق فوق. تمام بس كده خلاص هيخش الفرن على درجه حراره 150.